الأمنية بلاغا عن تعرض أحد الأشخاص لجريمة سلب تحت تهديد السلاح أثناء قيامه بإيداع مبلغ 25500 ريال في أحد البنوك بحي إشبيلية بمدينة الرياض، وتمكن الجاني من الفرار قبل وصول رجال الأمن. وقد أسفرت إجراءات الاستدلال البحثية المتخذة والتحريات المجرى من قبل فريق مختص من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عن تحديد هوية الجاني، وهو مقيم من الجنسية الفلبينية بالعقد الثالث من العمر، والقبض عليه، حيث أقر بإقدامه على ارتكاب الجريمة باستخدام مجسم مسدس، وتم إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.